بمناسبه اللعيبه الموهوبه وده هيبقى سؤال ليك ولداود، ايه اللي اضافه سيف جعفر لتشكيله الزمالك وطريقه لعب الزمالك؟ تعال نشوفه بقى، يعني هو ده السؤال جميل جدا، نشوفه عمل ازاي في الملعب. عظيم. سيف عمل حاجتين مهمين جدا للزمالك، مميزين جدا، وحاجه تانية هنتكلم عليها. احنا على فكره يوم فاركو اتكلمنا عن سيف، ورغم انه اتغير بين الشوطين اتكلمنا قد ايه هو لعيب مباشر. النهارده خد مان اوف ذا ماتش والناس بتتكلم عليه بشكل جيد جدا. احنا كنا هنا في البرنامج اتكلمنا قد ايه كان كويس، رغم نتيجه الشوط الاول اللي طلع فيه سيف كانت 2-0، الناس كانت ممكن تذبحه، لكن احنا كنا شايفين سيف بيعمل ايه. سيف عمل حاجتين مهمين وحاجتين سلبيين. هاي. هنتكلم على المهمين الاول لان لازم نشد من اذره. يلا. يعني يلا يا جماعه الحاجتين. نبص الاول على ارقام سيف، ممكن نظره سريعه لو الجدول معانا. لا دي كانت في مباراه فاركو، يمكن لا احنا عايزين الارقام بقى، احنا جبنا الارقام. يعني دي في مباراه فاركو قد ايه كانت تمريراته لقدام، ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه. صح. سيف النهارده عامل 4 مراوغات سلام من 5 محاولات، ده رقم كويس على فكره. يعني خط وسط، هنشوف دي بقى القدره على المراوغه كانت منعكسه ازاي في اللقطات. 3 محاولات على المرمى، رقم كويس جدا للعيب، رقم ده الرقم الجاي ده كبير، رقم ده انا بسقف له دلوقتي. استلام الكره كان كله بشكل صحيح، وتمريراته كانت 30 صحيح من 36. والنبي الاستلام ده انت مش المفروض تعديه كده. ده احنا عندنا كارثه في الكره المصريه اسمها القدره على استلام الكره، فكون هو يستلم الكره بنسبه نجاح 100% دي حاجه، مش هي المفروض تبقى حاجه عاديه. طبعا تبقى حاجه عاديه، بس هي عندنا مش عاديه. ونقطه كمان ان في ملعب ارضيته ما كانش افضل شيء النهارده بسبب الامطار. صح. خش لي برضه باقي ارقامه بقى، هي اللي ممكن هتجاوب لنا الصور الثاني. فوز بالكرات 10 بس منهم واحد بس عن طريق التحام، واحد بس عن طريق اعتراض، والباقي كان استحواذ على الكره الثانيه. ده اللي هيبقى معانا نركز عليه. على سيف تعال نشوف باللقطات قد ايه بقى مراوغات سيف كانت جيده، قد ايه محاولاته على المرمى كانت جيده، قد ايه تمريراته كانت جيده. بص هنا برضو على المراوغه بتتم ازاي رغم الصعوبه دي، مراوغه في 2 والتمريره لشيكابالا بشكل جيد جدا ورايح يكمل الهجمه، ده عشان كده هو عمل 3 محاولات على المرمى. هي دي الكره ما وصلتلوش، بس هو النيه هنا انه يزيد على المرمى. صح. دي اللي نهاها دونجا بتصويبه. بص بقى انا جايب لك تمريره هي هنا ممكن ما تبانش راحت وايجابيه، بس هي كانت تمريره صعبه جدا. بص هنا رغم الكره عامله ازاي وهو خياله كان عامل ازاي، بص هنا التمريره كانت عامله ازاي. الكره دي اتقطعت ولكن التمريره كواليتي فيها عالي جدا. أيوة. رغم الضغط مطلع تمريره جيده جدا. بص بقى المراوغه والمحاوله على المرمى، هنا استفاد من قدره شيكابالا، وهنا عمل الحته اللي احنا بنتكلم فيها دايما اللي الزمالك كان بيبحث عنها بعد امام، ان اللعيب يزيد مع المهاجم ما يختفيش بدوره كلاعب خط وسط بس، اللي هو دخل المنطقه وكان بشكل جيد جدا. الكره ما هترجع له، هيعدي ويسدد في الضيقه، ولكن الكرة دي اما هتكمل انا مكملها بقى، هتدينا اجابه ليه سيف فيريرا بينتقده شويه. الكرة دي كانت في الدقيقه 70 بالظبط، 74 ثواني. بص الكوره هنا سيف اللي كان بينهي، بص الكوره يا كريم هتروح قد ايه. وركز لي في الكادر على رجوع وارتداد سيف جعفر. بص لغايه دلوقتي لم يظهر سيف جعفر، معلش عشان الوقت، بس هي الهبه دي بتدينا الاجابه ليه سيف برده لسه عليه كوش امبار. صح. لغايه دلوقتي ما رجعش سيف جعفر. مين اللي رجع؟ زيزو. صح، رجع زيزو. بص الكره هتروح لغايه فين؟ لغايه لما هتنتهي بهجمه على الزمالك من كره عرضيه، وسيف اللي بيلعب رقم 8 او ديفندر تاني ما رجعش في الهجمه. صح. يعني كانت، وعلى فكره هو بعدها اتغير. تعال برضو نشوف حاجات بقى من اللي سيف ممكن تكون بتزعل بقى. كره زي دي، بص المراوغه دي ملهاش اي لازمه. ولقطات تانية هو ده اللي سيف محتاج يركز عليه شوية. احنا زي ما اشدنا بيه اللقطتين اللي جبناهم سلبيين عشان هو لاعب قابل للتطور، وفي السن ده محتاج يتطور بشكل كبير.